بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات الزفت الأخير، مرحبا بكم في القناة تاعي أم فاطمة مشان. اليوم عندي لكم يعني تنظيف الثلاجة أو يعني تنظيف مجمد الثلاجة. فوالا كنت شاركت معكم يعني التنظيف اليومي يعني الثلاجة من تحت، يعني تحت يعني وين نديرو يعني الياوت وخضر وكامل. اليوم ان شاء الله حنشارك معكم يعني تنظيف الفوق المجمد الثلاجة. فوالا، قبل ما ندخلو في الفيديو تاعنا، انت يا حبيبتي اذا اول مرة تدخلي القناة تاعي شرفتيني على عيني وراسي. ما تنسيش تضغطي على كلمة اشتراك اذا مازال ما اشتركتيش في القناة، يعني فعلي الجرس كل ما نزل الفيديو ان شاء الله يوصل عندك انت الاولى. دعمي لي باللايك حبيبتي اذا عجبك الفيديو بطبيعة الحال. نروحو يعني نشوفوا الثلاجة تاعنا كما راكم تشوفوا. هذه هي الثلاجة تاعي، فوالا هنا يعني صراحة بعد ما نظفتها، فوالا هذه هي الثلاجة تاعي، فوالا كما راكم تشوفوا. نروحو نشوفوا يعني المكونات يعني اللي نضفوا بهم الثلاجة تاعنا. فوالا، قبل ما نروحو نشوفو المكونات، شوفو الثلاجة تاعي كيفا كانت. يعني كانت كارثة، أهملت عليها يعني هادو اليامات، فوالا كيما راكم تشوفو. وزدت يعني درت غلطة كي فرشت هادو لي بانو هادو اللي راكم تشوفو، أو يعني الأفرش هادو يعني خاصة بالثلاجة. أنا فرشتهم يعني الفوق باه نستحفظ على الثلاجة تاعي، باه ما نكونش يعني ما نحش صوالح يعني فوق الثلاجة مباشرة، ولكن درت غلطة كبيرة. دوك تشوفوا معايا، فوالا هنا يعني الثلاجة تاعي مكاش كيف تتنفس كما راكم تشوفوا. يعني غطيتها كامل يعني وين كانت تتنفس الثلاجة، حتى صدت كما راكم تشوفوا، حتى صدت يعني لاكراس خرجني منها. فوالا وين راني نوري لكم بيديا، خرج لي كامل لاكراس من ثم. هنا انا طفيتها يعني البارح في الليل، فوالا هنا رانا في الصباح. فوالا الو، هادو يعني راح نحيهم، ما نزيدش نفرشهم. فوالا الو، هنا نروحو نديرو يعني فوالا كيما راكم تشوفو. هنا درت يعني الماء، والماء شويه دافي، ودرت يعني كميه قليله تاع الايزيس كيما راكم تشوفو. يعني ندير الخل، يعني الخل يعني ندير فوالا كيما شفتو، يعني الخل ندير يعني قيس يعني مغرفه كبيره، فوالا كيما راكم تشوفوا، او جوج يعني مغارف او جوج ملاعقات، فوالا وقطره تاع ايزيس كيما قلت لكم. فوالا نروحو نمسحو كامل هذيك الثلاجه تاعنا. يعني كيما قلت لكم هملت بزاف عليها، يعني عندي مده يعني ما نظفتهاش، كانت دائما يدي عليها، ولكن هذو اليامات يعني هملت عليها. فوالا كيما راكم تشوفوا ماناش نقعدو كامل في الدار. فوالا اليوم يعني حتى كي شفت هذاك لاكراس يعني خرج لي من تحت، يعني قلت طفيتها في الليل. فوالا كيما قلت لكم يعني هادو الثلاجات يعني تاع استسمح منكم، يعني بنتي راهي قدامي كحة دارت فيها حاله، يعني كل دقيقه يعني نضطر نحبس يعني التسجيل. فوالا كيما قلت لكم هادو الثلاجات يعني تاع لافابور، يعني لازم يعني تكون دائما يدينا عليهم. فوالا يعني نمشوا معاهم بالرفق كما نعرفوا، يعني يعني الكهرومنزلية يعني بزاف غالي. فوالا يعني الست تاع يعني مرا تاع الدار او الست يعني البيت تسيا كيف تستحفظ على صوالحها. فوالا كما راكم تشوفوا الو ننظفها كامل، يعني كما قلت لكم يعني برفق. يعني ما نكذبش عليكم، فاتت عليا وكان عندي الثلاجه من هذوك القدم، يعني تاع الماركه هذيك تاع اونيام، وانا خسرتها بيديا. انا يعني هذوك يعني فيهم لاكراس، انا بني نحي هذاك لاكراس، يعني ضربت فيها ضربتها بالسكين ثقبت، يعني خرجت كامل هذاك الغاز اللي كان داخل. ولكن صدقوني هذه نستحفظ عليها كيما نستحفظ على عيني، يعني عيني عفوا. الو كيما راكم تشوفوا، يعني شوفوا يعني كارثه كارثه كارثه. شوفوا يعني الوسخ اللي خرجت اللي خرجت منها كيما راكم تشوفوا، حاشاكم يعني كارثه. كيما نعرفوا هذو اليامات الغبار وكامل، يعني كانت مسخه، يعني ما تقدروش تتصوروا كيفاه. يعني كيما قلت لكم هملتها، يعني هملت يعني هملت الثلاجه تاعي، هملت داري، ولكن الحمد لله يعني الحمد لله يعني
رانا في الدار يعني نقابل صوالحي فوالا. الو كيما قلت لكم يعني مسحت كامل يعني بهادو الغيران هادو اللي راكم تشوفوا فيهم يعني الصغار فوالا، يعني مسحتهم غير برفق فوالا كيما راكم تشوفوا هنا. يعني حنفوت يعني هذاك الكاغط يعني باه تشوفوا يعني نقيت كامل هذاك هذاك الغيران هذوك فوالا، حتى يعني ما بقات حتى الوسخ الداخل. هذوك يعني الغيران كما راكم تشوفوا هذو هما اللي وين تتنفس الثلاجه، يعني ما نقدرش نتوشيهم من هذيك الثلاجه يعني اللي كسرتها، ما نقدرش يعني نسي يعني ندخل السكين داخل ولا وليت نخاف ما نكذبش عليكم. يعني حاجه اللي نقدر عليها اللي نعرفها تتنظف نظفتها، يعني نظفتها يعني بالجهد يعني درت الجهد تاعي حتى نقيتها. حاجه اللي نعرف باللي ما نقدرش نتوشيها ما تشيتهاش ما نكذبش عليكم، نخاف يعني كاش ما ندير في الثلاجه تاعي نعاود نولي يعني نشري ثلاجه واحده اخرى ونولي في المشاكل فوالا. الو هنا شوفوا يعني كما قلت لكم يعني كما كان قلت لكم هملت بزاف الثلاجه تاعي فوالا. شوفوا الوسخ وين وصل لي كما راكم تشوفوا. حنا بزاف حنا نسا سواء انا ولا يعني انتيا يعني كما راكم تشوفوا اللقطه هذه بزاف انا نهملوها، يعني نظفوا نسيو نظفوا غير الداخل الداخل فوالا سواء الفوق ولا التحت، يعني ننساو هذوك يعني سواء يعني هذوك كما هذه حديده فوالا هذه ولا يعني برا او نقولوا عفوا نقولوا يعني مور الثلاجه نهملوها نظفوا ثلاجتنا غير الداخل. ولكن هنا راني نرش بهذاك فورس اكسبريس كما راكم تشوفوا، يعني الداخل ما ترشوش فورس اكسبريس الثلاجه تاعكم من الداخل. هنا راني برانايا فوالا كما راكم تشوفوا شتو يعني كيف كانت موسخه. شوفوا هذاك الجوا هذاك حتى هذاك الجوا كامل يعني نقيه بهذاك فورس اكسبريس، يعني سييت كامل خلاطات ما كاش حاجه اللي تنقي لي هذاك الجوا او هذاك يعني هذا وين تعلق الباب كامل كيما فورس اكسبريس فوالا. هو اللي نقيني هو اللي رجع لي يعني الثلاجه تاعي سواء من برا ولا هذاك الجوا، يعني رجعها لي تشعل شعل. شوفوا حاشاكم الوسخ فوالا كما راكم تشوفوا، يعني كانت كارثه فوالا. هذاك الجوا كان موسخ يعني كما قلت لكم بزاف حنا نسى نهملو يعني هذا البلايص هادو بزاف نهملوهم. ولكن صدقوني انا كي نعول يعني ندير التنظيف العميق يعني سواء للثلاجه او يعني للمجمد الكبير، يعني ما نبعدش يديا ما نحبش حتى ننظفها يعني التنظيف يعني بالشكل الخاص فوالا كما راكم تشوفوا. الو نكمل كامل يعني بهذاك فورس اكسبريس وهذه يعني فرشة الأسنان هذه خصصتها خصيصا يعني لهذو الأماكن هذو كما سواء ثلاجة ويعني يعني تاع الكوزينة خصصتها للكوزينة هذه الفرشة تاع الأسنان فوالا. نكمل ننظف كامل يعني كما قلت لكم وشوفوا معايا الطريقة فرجة ممتعة. هنا حبيبتي بنوضح لك يعني جيبي يعني ملعقه فوالا كما راكم تشوفوا، يعني اليد تاع الملعقه لبسي يعني كتانة تاعك اللي كي باغية تمسحي بها فوالا بالشكل هذا. نروحو يعني نمسحو يعني الجوا هذاك تاع الثلاجه تاعنا. بلكي حذاري وحذاري تجيبي يعني السكين، لازم تكون ملعقه وتكون يعني الملعقه ما تكونش يعني قطعه، تكون اليد تاعها كما راكم تشوفوا بالشكل هذا يعني يكون خشين فوالا. لبسي يعني الكتانه تاعك على اليد تاع الملعقه تاعك ومسحي الجوا تاعك. دوك تشوفوا معايا الطريقه، حنمسح معاكم يعني باليد يعني اليسرى، حنوري لكم الطريقه كيفاه. نكمل نمسح يعني عادي فوالا كيما راكم تشوفوا، حذاروا يعني تثقبوا يعني الجوا تاعكم على بالشكل هذا. هلا راكم شايفين هادو
هادو يعني لي تخي هادو هنا تدخلوا يعني اللي تتعمل العاقه تاعكم والكتان تاعكم تمسحوه فوالا يعني برفق ما تفرصوش على الثلاجه تاعكم فوالا وتمسحوه يعني كما راكم تشوفوا هنا اويبان يعني مازال اويبان صفر يعني غير برفق باه ما تنحش هذاك الجوا تاعنا فوالا بالشكل هذا ونعاود نرجع لكم نوريكم النتيجه باذن الله. فوالا حبوباتي بعد ما نقيت كامل هذاك الجوا هنا كمسحه الاخيره فوالا كما راكم تشوفوا عندي هنا يعني الماء يكون نقي فوالا هنا ما نديروش يعني هذاك السائل الاواني او ازيز كما نقولوا فوالا ندير غير هنا الماء يكون نقي وندير يعني بعض القطرات تاع الخل والكتانه تاعي فوالا بطبيعه الحال بعد ما غسلتها وكامل فوالا ندير بعض القطرات تاع الخل كما راكم تشوفوا بعد ما نظفناه بطبيعه الحال يعني بهذاك فاس اكسبريس والايزيز والخل فوالا هنا يعني قلت لكم يعني الخل اللي يكون متوفر عندك ديريه المهم يعني انت ديري الخل يعني باش تعقمي الثلاجه تاعك فوالا الوغ كما قلت لكم كمسحه اخيره نسحق غير الماء والخل فقط ولا اذا متوفر عندك بيكربونات ما كان ما خير فوالا نعصروا الكتانه تاعنا كما راكم تشوفوا يعني نمسح نفوت كامل على الثلاجه تاعي فوالا كما راكم تشوفوا هنا كمسحه الاخيره يعني كل مره يعني نمسح ونعاود يعني نغير هذاك الماء ونبدل الماء واحد اخر يعني حتى نحس يعني الثلاجه تاعي يعني تنظفت تماما وتعقمت بطبيعه الحال فوالا هنا يعني كنت يعني درت المجهود تاعي هنا راني غير يدي صور يدي يمسح ونوريكم يعني الطريقه كيفاه فوالا على بالي بلي كامل يعني نعرفوا ونمسحوا الثلاجه تاعنا ولكن كالتحفيز فقط وحده نهملت الثلاجه تاعها ولا يعني عندها بزاف يعني ما نظفتش يعني سواء الثلاجه ولا سواء يعني الثلاجه من الفوق في المجمد ولا من التحت يعني نقول لك حبيبتي نوضي فوالا نوضي خملي ثلاجتك او مسحي ثلاجتك فوالا فوالا حبوباتي شوفوا يعني كيفاه بدات يعني تشعل شوفوا هذاك الجوا فوالا صدقوني يعني حسيت بالراحة النفسية يعني كي نظفتها كانت يعني كارثة فوالا شوفوا يعني هذاك الجوا كيف تنقى فوالا حبوباتي مسحناها كامل خليكم معايا حبوباتي تشوفوا معايا النتيجة فوالا حبوباتي بعد ما نقينا كامل هذيك الثلاجه تاعنا فوالا كما راكم تشوفوا بالشكل هذا يعني رجعت تبرق حتى هذاك يعني كما راكم تشوفوا يعني الاسم هذا انا عندي النوعيه الاسم تاع الثلاجه تاعي او الثلاجه تاعي يعني سامسونج يعني بزاف هايله بزاف عمليه فوالا الو هنا يعني ننصحكم حبوباتي كي تنصفوا الثلاجه تاعكم يعني او دائما يعني خلوا السربيده يعني بفليت تاع الثلاجه تاعكم يعني رشوها شويه تاع الخل فوالا غير تحلوا الثلاجه تاعكم يعني فوتوها بالشكل هذا دائما يعني اللي تاع الثلاجه تاعكم تكون معقمه فوالا بالشكل هذا كما راكم تشوفوا الو نشوفوا الثلاجه تاعنا بالداخل او المجمد الثلاجه تاعنا فوالا فوالا حبوباتي هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها كما راكم تشوفوا فوالا هنا حنوري لكم يعني الجوا فوالا كما كما راكم تشوفوا نحينا كامل يعني تبعوا غير هذيك الطريقه فوالا كامل يروح لكم هذاك الوسخ تاع الثلاجه تاعكم فوالا الثلاجه تاعكم ترجع تبرق بالشكل هذا ولكن حذاري ما تستعمليش يعني السكين ديري غير كما قلت لك يعني الظهر تاع هذاك المغرف فوالا حتحصلي على النتيجه هذه شوفوا هذاك يعني البلاصه يعني اللي وريتها لكم فوالا كانت يعني موسخه حاشاكم فوالا رجعت يعني تبرق
الو هنا شوفوا هذاك يا التخي هذاك او هذوك يعني لي سباس هذوك او مانيش عارف كيف يقولوهم. فوالا شوفوا هنا الفوق كامل يعني نحينا كامل يعني اللي قدرت عليها كامل نحيتها. انا نحك يعني راجلي يقول لي بلاكي بلاكي الموسي خاف على المس خاطرش الثلاجه تاعي الاولى كانت يعني هذاك تاع بكري تاع اونيام كنت يعني نحي لاكراس يعني بالسكين وثقبتها يعني خسرت. ولكن هذا صدقوني هذه نستحفظ عليها يعني اكثر من عينيا. فوالا هذه هي النتيجه. الوغ نبلاصي كامل يعني نبلاصي يعني الصوالح اللي نحيتهم من عدتهم يعني في الكونجيلاتور الكبير تاعي ونرجعهم هنا ان شاء الله. هذا كان حنشارك معكم يعني التنظيف تاع الكونجيلاتور تاعي الكبير ونشارك معكم باذن الله تعالى. يعني حننظف الكونجيلاتور تاعي التنظيف العميق حنشارك معكم باذن الله تعالى. فوالا انا بلاصي كامل يعني هذوك الصوالح اللي نحيتهم منها نعاود نرجع لكم ان شاء الله. فوالا حبوباتي الثلاجة تاعي بعد ما رجعت كامل الصوالح اللي كانوا الداخل يعني كملتها يعني كما قلت لكم يعني اليوم خصصت يعني التنظيف في الجدار تاعي غير يعني درت لكم فيديو غير من الفوق كنت شارك ديجا معكم يعني التنظيف لتحت يعني تنظيف خفيف. ان شاء الله اذا يعني احيانا ربي نشارك معكم تنظيف ملتحت باذن الله تعالى. فوالا الو هنا كيما راكم تشوفوا رجعت الصوالح هنا لاكيتوس كي تجيني دائما يعني الورقه تاع تيسيتي كي تجيني دائما يعني نعلقها هنا بان تفكرها يعني نقول للزوج تاعي باه يروح يدفعها هنا. حن كيما قلت لكم السربيده فوالا كيما راكم تشوفوا السربيده دائما نخليها هنا بالشكل هذا كل ما نحل في الجدار تاعي يعني نفوت عليه. فوالا باه ما يبقاولناش هذوك الجراثيم. فوالا الو هنا نحل لكم في الجدار بسم الله. فوالا حبوباتي كيما راكم تشوفوا الثلاجة تاعي كيما قلت لكم بعد ما رجعت كامل هذوك الصوالح. فوالا انا السلة تاعي خصصتها يعني للدجاج هذه السلة يعني ما نحطوش مباشرة يعني في الثلاجة نحطها هنايا هنا يعني عندي الصدور تاع الدجاج يعني بعد يعني كل زوج مرصوات. فوالا شرائح تاع الصدر تاع الدجاج قطعتهم يعني شرائح ويعني غمطهم يعني بالكيس بلاستيكي عاودت يعني دخلتهم كامل في الكيس بلاستيكي واحد كما راكم تشوفوا. هنا الجلبانه تاعي عندي هنا نوعين فوالا كما راكم تشوفوا. هنا السلق يعني كل ما نجيب كميه تاع السلق يعني نقطعها يعني نغسلها يعني مليح نقطعها قطع صغار نقطرها يعني نحتفظ بها بالشكل هذا كما راكم تشوفوا. هنا القرص يعني كنت درت لكم يعني الروتين يعني كيف يعني ندير القرص تاعي وكامل هنا درتو في هذاك يعني هادو فوالا كما راكم تشوفوا درتو في هادو بعد ما جمدو يعني درتهم فرغتهم يعني في الكيس في لي ساشي هادو فوالا كما راكم تشوفوا. انا يعني الفريجيدير تاعي مازال يعني ما عنديش بزاف ملي شعلتو يعني عندي يمكن عندي نص ساعه ملي شعلتو. هنا كما راكم تشوفوا عندي هنا يعني الثوم عندي يعني هنا فلفل هذاك الاورانج يعني احتفظت به يعني في العلبه. عندي هنا لي زيست القارص فوالا لي زيست سيترون او مبشور يعني القارص. هنا عندي لي صوص طوماط هنا كما راكم تشوفوا هادو زوج هنا يعني المبشور تاع تشينا هنا يعني القارص كذلك. وهنا يعني لي صوص هنا كنت درت لي كورني كما راكم تشوفوا بقاو لي غير يعني نجبدهم يعني حتى بقاو لي هادو زوج. فوالا حتى نزيد ان شاء الله ندير ان شاء الله نشارك معكم الوصفه ان شاء الله. دائما يعني كي ندير كميه ندير يعني 30 حبه ولا نحتفظ بها يعني في الكونجيلاتور في المجمد كي نسحق نجبد يعني نصيبهم عندي واجدين. يعني صدقوني هادو لي كورني بزاف بزاف هايلين بزاف شابين ممكن ديرهم يعني في الكونجيلاتور يعني تجبديهم تحشيهم يعني تقولي هذاك وين طيبتيهم يعني بزاف هايل. فوالا هذه الوصفه هذه بزاف هايله. فوالا كما راكم تشوفوا فوالا الوغ هذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم. نتمنى حبابتي دعموني تشتركوا في القناة اللي مازال ما اشتركتش بطبيعة الحال. وما تنساوش يعني ديروا لي لايك قبل ما تخرجوا. مع السلامة. قولي ماما معليش. مع السلامة إلى اللقاء.